قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يبقى مش وحي، يبقى إلهام، لأن الوحي ده خاص بالأنبياء، كويس؟ والوحي ده شيء خارجي، يعني يأتي الإنسان من خارجه، يجي له ملك يكلمه يغطه، أو أحيانا يأتيه من داخله أيضا، بس مثل صلصلة الجرس لما النبي قسم الوحي وسئل كيف يأتيه، فأحيانا يأتيه من خارج وأحيانا من داخل. لكن الإلهام لا يأتي من الخارج، غالبا لا يأتي إلا من الداخل، من القلب، لا يأتي من الخارج بخلاف الوحي، فالوحي يأتي من الخارج ويأتي من الداخل، إنما الإلهام لا يأتي إلا من داخل الإنسان، من قلب الإنسان.